بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة فيها أخبار مهمة جدا، وفيها كواليس حصرية، وفيها أمور ليها علاقة بالسوشيال ميديا، علاقة مهمة جدا لأن تفاصيل معينة السوشيال ميديا بتتكلم عليها سواء من الساعات القليلة الماضية من امبارح حتى النهاردة الصبح. وفي اللحظات اللي معاكم قبل الحلقة السوشيال ميديا لا حديث غير عن موضوع أو اتنين، وهيكون حلقتنا النهاردة متعلقين بهذه الموضوعات عشان جمهورنا في كل مكان يكون عارف المستجدات وعارف كل المعلومات الحقيقية بالنسبة للمرحلة الجاية، خاصة فيما يتعلق بالنادي الأهلي والاستعداد للمرحلة القادمة إن شاء الله. برنامج الترند فيه تفاصيل النهاردة مهمة، تابعونا لأن بالتأكيد هنتكلم في موضوعات مش هتلاقوها في أي حتة. لكن بسرعة ندخل في تفاصيل الحلقة ونبدأ بسؤال حلقة النهاردة. في رأيك هل تأثر الدوري المصري بفترة التوقف الطويلة أم لا؟ الإجابة على هذا السؤال من خلال صفحات القناة على الفيسبوك وعلى تويتر وإنستجرام، وبالتأكيد سؤال له علاقة بالأحداث الحالية وله علاقة بفترة توقف الدوري أو استئناف الدوري بعد توقف بسبب فيروس كورونا، والأداء اللي موجود والإحصائيات الرقمية المتعلقة باستئناف المسابقة حتى هذه اللحظة. حوالي لعبنا 5-6 أسابيع منذ انطلاق المسابقة في أواخر أو في أوائل شهر 8 الماضي. طيب، عناوين حلقة النهاردة 3 عناوين بثلاث ترندات، ندخل بسرعة نشوف عناوين الحلقة. نبدأ بترند الأهلي. الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لوادي دجلة. وفي الترند المحلي، وزير الرياضة يلمح لحضور الجماهير في كأس العالم لكرة اليد. وفي الترند العالمي، مانشستر سيتي يؤكد صعوبة دفع الشرط الجزائي لضم ميسي. أهلا بحضراتكم من جديد، دي كانت عناوين حلقة النهاردة وثلاث ترندات متعلقة بشكل عام لتفاصيل حلقة النهاردة من برنامج الترند. لكن ترند الترند بالتأكيد الناس كلها منتظرة تسمع مننا الجديد بالنسبة للمرحلة اللي جاية، خاصة طالما بدأنا شهر سبتمبر يبقى بتتكلم في أيام على انطلاق مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة القادمة. أول شيء لازم أأكد عليه وأعلنه بشكل رسمي، مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والأهلي والرجاء والزمالك في موعدها المقرر من قبل الاتحاد الإفريقي، مباراة الذهاب إن شاء الله للزمالك والرجاء يوم 25 سبتمبر، ومباراة الوداد والأهلي يوم 26 سبتمبر. بشكل رسمي المباريات في موعدها. ليه بشكل رسمي؟ هقول حاجتين. أول حاجة، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أرسل خطاب قبل 48 ساعة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يخطروا بالإجراءات التنظيمية سواء في سفر فريقي الأهلي والزمالك أو فيما يتعلق بالخطوات المتبعة خلال الفترة القادمة لسفر بعثتي الفريق إلى المغرب لمواجهتي الوداد والرجاء نهاية شهر سبتمبر. وتطرق الخطاب إلى كل التفاصيل المتعلقة بعدد أفراد البعثة، بتوقيت السفر، بالإجراءات الطبية، بسفر البعثة وتوقيت والإجراءات الطبية المتعلقة سواء في السفر من مطار القاهرة حتى الوصول إلى مطار كازابلانكا، فنادق الإقامة، كل الأمور المتعلقة اللوجستية بإقامة هذه المباريات تم الاتفاق عليها، والاتحاد الإفريقي أرسل بها خطاب رسمي للاتحاد المصري. خبر ده أول مرة تسمعوه، ما سمعتهوش في أي مكان. الكلام ده تم خلال 48 ساعة الماضية. إذن بالخطاب الرسمي من 48 ساعة المباريات في موعدها. في تأكيد بخطاب تاني هعلنه في فقرة ترند بس هتكون آخر حاجة معايا في فقرة النهاردة. لكن الجزء التاني وهو متعلق بخريطة المرحلة القادمة للموسم الإفريقي القادم. بعد ما استقر الكاف على إقامة المباريات في موعدها ابتدى يشتغل على خريطة الفترة القادمة. طيب أنا هكشف لكم بخطابات رسمية هتنشر لأول مرة إيه اللي هيحصل بالنسبة للمرحلة القادمة. قدامكم على الشاشة ده خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي لكل الاتحادات الأهلية. الخطاب ده بينشر لأول مرة، ده انفراد لبرنامج الترند على شاشة قناة الأهلي، بيشرح للناس الفترة الجاية إيه اللي هيحصل في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بداية من انطلاق الموسم القادم حتى نهايته قبل انطلاق أولمبياد طوكيو. بمعنى أدق، في الورقة الأولى اللي هتكون معانا على الشاشة وزي ما أنتم تابعتوها من 1 سبتمبر ل 20 اكتوبر ده موعد ارسال اسماء الانديه اللي هتشارك في البطولات الافريقيه خلال الفتره القادمه. والاتحاد الافريقي من خلال هذا الخطاب حدد مجموعه من الامور وقال مجموعه من السيناريوهات. الاتحادات التي انتهت من مسابقتها ستتاهل الفرق
وفقا للمعايير المعروفه. يعني اي اتحاد زي الاتحاد التونسي قدامكم هو في الخطاب بيحدد من خلال الفقرات من 1 سبتمبر ل 20 سبتمبر ل 20 اكتوبر، ده موعد ارسال اسماء الانديه. لو الاتحاد التونسي انهى المسابقه، الترتيب اللي موجود دلوقتي حاليا هو اللي هيشارك في البطوله الفتره الجايه او السنه الجايه. طيب في السيناريو الثاني في نفس الخطاب وفي نفس الورقه بيقول لك الاتحادات التي لم تكتمل البطوله المحليه موسم 2019-2020 وقامت بانهاء البطوله بسبب الكورونا لكنها اتفقت على الترتيب، ستتاهل الفرق بنفس الشكل اللي هيكون موجود في السيناريو الاول. طيب السيناريو الثالث، الاتحادات التي الغت الموسم تمام دون تحديد البطل والترتيب سيتاهل فرق الموسم الماضي تمام. طيب اخر حاجه، سيتوجب على الاتحاد المحلي الذي لم ينهي الموسم ان يختار سيناريو من السيناريوهات الثلاثه زي الاتحاد المصري لكره القدم. طيب دي اخر جزئيه في هذه الفقره وهي متعلقه ببدايه الورقه الثانيه والصفحه الثانيه. هذا الخطاب ده بينشر لاول مره في وسائل الاعلام لكل المشاهدين، وده حاجه حصريه لجمهور النادي الاهلي وجماهير الكره المصريه بشكل عام. السيناريو الرابع له علاقه بالاتحاد المصري لكره القدم، فيما معناه ان انت لسه ما خلصتش الموسم بتاعك، اذا هتختار سيناريو من الثلاثه السيناريوهات السابقه، يا اما تبعت اخر فرق شاركت في البطولات الماضيه، يا اما انت تحدد ترتيب حتى للدوري لسه شغال وتبعت، يا اما انت ساعتها هتلغي النتائج او تلغي الدوري وتبعت اسماء الفرق اللي انت ممكن تشوف ان هي من خلال اسبقيه ان هي الجداره الرياضيه ان هي تشارك في النهايه. عموما انت عندك ميعاد لغايه 20 اكتوبر تقدر تحدد هل الدوري المصري وقتها هيكون الظروف سمحت بكل ده؟ هنشوف الفتره الجايه اللي هيحصل، لكن ان شاء الله على 20 اكتوبر اعتقد مش هتكون في ازمه بالنسبه للمركز الاول لان البطل النادي الاهلي وايضا كمان شارك الموسم الماضي النادي الاهلي. هتكون في المشكله بقى في المركز الثاني المركز الثالث، كاس مصر المشاركه في الكونفدراليه هتبقى عندك هنا الازمه. لكن انا عايز ارجع للورقه الثانيه عشان فيها جزئيه مهمه جدا. بعد التصنيف قدامكم اهو على الشاشه التصنيف ال 12 دوله بدايه من الجزائر انغولا الكونغو الديمقراطيه مصر حتى زامبيا. ال 12 دوله طبقا لهذا التصنيف دول ليهم الحق ان هم يشاركوا باربع انديه، اثنين دوري ابطال واثنين كاس كونفدراليه. لكن الفقره اللي جايه هي المفاجاه، لان الفقره اللي جايه هتلقي الضوء على نقطه محدش خد باله منها، وده الانفراد وده تاكيد هذا السبق من خلال هذا الخطاب. الفقره الجايه بتتكلم على لايسنس ابليكانتس اللي هي رخصه الانديه المحترفه. الاتحاد الافريقي من خلال هذا الخطاب اللي ارسل بتاريخ 31 اغسطس بالامس حط معيار مهم جدا له علاقه بمعيار التدقيق المالي او المعيار المالي لرخصه الانديه المحترفه. لن يسمح باي نادي يشارك في دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه الا لما ما يكونش عليه اي جنيه او اي دولار في اي مكان ولا عليه اي احكام سواء في الاتحاد المحلي او حتى في الاتحاد الدولي. تاني، اي نادي هيكون عليه مستحقات ماليه وهيكون عنده مشاكل قضائيه ولم يلتزم بمستحقات لاعبين او مدربين لن يشارك في مسابقه الموسم القادم. هذه الفقره تحديدا قدامكم على الشاشه بتشرح من خلال الماده 5 والماده 6 من خلال لائحه التراخيص مين الانديه اللي لها الحق ان هي تشارك الفتره القادمه. عايز القي الضوء على نقطه مهمه جدا، لما صدر للنادي الاهلي حكم امام النجم الساحلي التونسي والصفاقسي التونسي، هذه الاحكام اللي صدرت من الاتحاد الدولي كان بيتم تنفيذها من خلال الاتحاد الافريقي عشان هذه الانديه او تحديدا النجم الساحلي والصفاقسي اذا ما التزموش بالسداد قبل 20 اكتوبر لن يشاركوا في دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه العام القادم. ده كلام مؤكد وكلام رسمي. النجم الساحلي والصفاقسي لو اخد هذه القضيه وهذا الكيس تحديدا من خلال هذا الخطاب وهذه الفقره تحديدا هيكون لها علاقه بالنادي الاهلي. فقره هي اللي من بعد اسماء الدول ال 12 لغايه نهايه الصفحه الثانيه بيتكلم عن الانديه اللي عليها التزامات ماليه وعليها احكام قضائيه لن تشارك في دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدراليه العام القادم. الامر ده هينطبق بدءا او تحديدا اخر موعد 20 اكتوبر، لو 20 اكتوبر ما سددتش التزاماتك مش هتلعب المسابقات الافريقيه القادمه. هيكون الامر له علاقه بالنجم الساحلي والصفاقسي، الامر ده متعلق بالنادي الاهلي لما خد احكام على الناديين خلال الفتره الاخيره. ايضا لو في نادي مصري عنده ازمه ماليه عليه احكام في الاتحاد الدولي عليه التزامات لدى اللاعبين لن يشارك في
في دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم أو الكونفدرالية، حتى لو كان بطل البطولة أو صاحب المركز الأول في الدوري المحلي. وأنا بختم في هذه الجزئية لأن هروح للورقة الثالثة والأخيرة واللي فيها التوقيع بتاع السكرتير العام للاتحاد الإفريقي عبد المنعم با. ده في النهاية بيأكد لهم على الالتزام باللوائح والتأكيد على المشاركة في الفترة القادمة من خلال لائحة النظام الأساسي والمواد القانونية للمشاركة في الفترة القادمة. فبالتالي النادي اللي هيكون عليه جنيه أو عليه فلوس أو عليه أحكام لن يشارك في البطولات القادمة، والاتحاد المصري لكرة القدم هيكون معني بهذا الأمر. ليه بأكد على الاتحاد المصري هيكون معني بهذا الأمر؟ لأن كلنا نتذكر لو نعمل فلاش باك لما حدث قبل عام تحديدا من هذه الفترة في سبتمبر 2019، الاتحاد المصري لكرة القدم اتغرم $5,000 لأنه لم يلتزم بإرسال المعايير المالية في لائحة التراخيص على الأندية المصرية، وكان هناك مشكلة في لائحة التراخيص نادي ما لم يقدم المعايير المالية السليمة وكان عليه التزامات مالية، فالاتحاد المصري كان شريك في هذا الأمر وتوقع عليه غرامة من الاتحاد الإفريقي $5,000. المرة دي تبقى لهذه الخطابات اللي هيكون عليه جنيه مش هيلعب دوري أبطال إفريقيا، والمهلة الأخيرة 20 أكتوبر. يبقى الفكرة مش إرسال أسماء الأندية وبس، لا، إرسال أسماء الأندية والمعيار المالي، لازم ميزانيتك ما تكونش عليها أي مستحقات مالية ويكون تم تسوية كل الفلوس المالية اللي عليك سواء لمدربين أو لاعبين بورقة رسم وخطاب رسمي. بنعلن هذا الكلام من خلال شاشة قناة الأهلي. طيب آخر ورقة معانا، ودي الرزنامة والأجندة اللي ليها علاقة بالفترة القادمة. الرزنامة والأجندة لأول مرة بيتم إعلانها من خلال شاشة قناة الأهلي، وهذه الأجندة تم اعتمادها من لجنة مسابقات الاتحاد الإفريقي واعتمدتها المكتب التنفيذي ولجنة الطوارئ. هذه الأجندة بتأكد بقى اللي أنا كنت بتكلم معاكم فيه في بداية فقرة ترند الترند. الأجندة بتحدد في فترة شهر 10 وفي فترة شهر 9 مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الذهاب في المغرب والإياب في القاهرة، وبتحدد مباريات الكونفدرالية من 22 سبتمبر بالدورة المجمعة اللي هتتلعب في كازابلانكا والرباط اللي هيشارك فيها نادي بيراميدز. هذه الأجندة من خلال هذا الشكل اللي قدامكم على الشاشة بتبدأ من 22 سبتمبر لغاية 17/7/2021 وقبل أولمبياد طوكيو. بتحدد لك مباريات الكونفدرالية 22 سبتمبر ذهاب وإياب نهائي دوري نصف نهائي دوري الأبطال 25/26 سبتمبر 2/3 أكتوبر، ثم أجندة ودية من 5 أكتوبر إلى 13 أكتوبر، ثم الشامبيونز ليج الإفريقي النهائي يوم 16 أكتوبر، وتبدأ بقى تشتغل على الأجندة العادية بالنسبة لك حتى نهائي دوري أبطال إفريقيا في العام القادم وهيكون قبل أولمبياد طوكيو بأسبوع. هل تتخيلوا نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 هيكون قبل أولمبياد طوكيو بأسبوع؟ طيب المواعيد دي ليها علاقة بإيه؟ أولاً مواعيد القيد الإفريقي، ومن حسن حظ الأندية المصرية أن مواعيد القيد الإفريقي جاية في توقيت مناسب جداً لختام الدوري المصري. البعض كان بيقول لك قبل كده، طبعاً يعني هرفع لكم دلوقتي كمان شكل المباريات وتوقيت المباريات، أهو قدامكم على الشاشة مواعيد تسجيل اللاعبين. الفترة الأولى من 21 أكتوبر حتى 5 نوفمبر، والفترة الثانية من 6 نوفمبر حتى 19 نوفمبر. المواعيد القيد دي هتكون مناسبة جدا للدوري المصري، لأن الدوري المصري اللي هينتهي في الأسبوع الأول من نوفمبر، القيد المحلي هيفتح في الأسبوع الأول من أكتوبر. فتبدأ تسجل القائمة الأولى الإفريقية في الفترة المحددة من 21 أكتوبر لغاية 5 نوفمبر وأنت الدوري شغال. الدوري هيخلص بحد أقصى 7/11 نوفمبر، تبدأ تشتغل على القائمة الثانية اللي هيكون أخرها 19 نوفمبر. إذن مواعيد القيد الإفريقي ما فيهاش أي أزمة مع الدوري المصري، عكس ما كان البعض بيقول هتسجل إزاي وهتأيد في أفريقيا إزاي وهيبقى عندك مشكلة وأنت الدوري لسه شغال. الدوري المصري هيتلعب وهيخلص في ميعاده وما فيش أي أزمة، والمواعيد الرسمية تم إعلانها. طيب المسابقة القادمة هتكون مواعيدها الدور التمهيدي من 20 ل 22 نوفمبر الذهاب، من 27 و29 نوفمبر الإياب. دور ال 32 في شهر ديسمبر 11/13 الذهاب والإياب من 18/20 ديسمبر. دور ال 16 مقرر كونفدرالية من 12/13 فبراير و 18/19 إياب في شهر فبراير. مجموعات دوري الأبطال الجولة الأولى هتبدأ 12/2/2021 وتنتهي الجولة الستة في من 10 ل 12 إبريل 2021. قرعة دور الثمانية هتكون 30 إبريل.
دور الثمانية الذهاب 14 ل 16 مايو والإياب من 21 ل 23 مايو، قبل النهائي من 18 ل 20 يونيو والإياب من 25 ل 27 يونيو، والنهائي 17 يوليو 2021 قبل أولمبياد طوكيو بأسبوع. وهنا ما بين قوسين أعتقد هتكون في مشكلة للأجندة مع المنتخب الأولمبي، لكن دي الأجندة ورزنامة من الاتحاد الإفريقي. شرحنا لكم كل التفاصيل في خطابات رسمية بتنشر لأول مرة، ووضحنا المرحلة الجاية يحصل فيها إيه، وبنأكد النادي اللي هيكون عليه دولار مش هيلعب دوري أبطال إفريقيا الفترة الجاية، والاتحاد المصري هيلتزم بالمعيار المالي عشان ما تكونش فيه أزمة قبل 20 أكتوبر. أكتفي بهذا القدر ثم أخرج إلى فاصل لنواصل برنامج ترند.